مرحبا روابع، معكم مس افتخار أكاديمية فخر المستقبل الثانية. درسنا اليوم حقائق الدرب والقسمة. هدفي أنك يتعرف الطالب على القسمة ضمن حقائق الدرب للأعداد حتى 10 ضرب 10. طبعا درسي كله بيعتمد على جداول الدرب اللي أنت حافظها. في عندك هذا المثلث، عددين إذا ضربتهم ببعض بعطوني هذا الناتج. ولو حكيت 3، المثال اللي عندي 3 ضرب 4 أو 4 ضرب 3 رح يعطيك الناتج 12 اللي بحطه أنا على في راس المثلث هون. هلأ في عندك كمان إنه 12 تقسيم 4 رح يطلع معك 3، أو 12 تقسيم 3 رح يطلع معك 4. يعني هاد المثلث بدربك أكتر إنه شو العددين بضربهم ببعض بيعطيني هذا الناتج، وإنه عملية الضرب عملية تبادلية، وإنه الناتج إذا قسمته على أحد هدول العددين رح يطلع العدد الثاني. خلينا نحل عشان نأكد على هاي المعلومة. هذا اسمه مثلث حقائق الدرب والقسمة. عشان نأكد على هاي المعلومة رح نحل من تمارين الطالب السؤال أو تحدي 1 صفحة 22. شو بحكي لي هذا التحدي؟ استعين بمثلث حقائق الدرب والقسمة، قصدهم هذا الدرب، استعين بمثلث حقائق الضرب والقسمة لملء المربعات في كل مما يأتي. عندي هذا المثلث اللي بيمثل حقائق الضرب والقسمة وبدأ أشتغل عليه هون. هلأ هون حطيت لك إشارة ضرب 6 ضرب 7، شو راح يعطي الجواب؟ 42. تمام. ولو حكيت 7 ضرب 6 برضو رح شو يطلع الجواب؟ 42، لأنه عملية الضرب عملية تبادلية. حطيت لك إشارة قسمة. هلأ أنا الناتج 42، أنا إذا الناتج 42 قسمته على 6 شو رح يطلع الجواب؟ 7. ولو حكيت 42 تقسيم 7 شو رح يطلع؟ شو رح يطلع؟ 6. شفتوا كيف ما أسأله؟ كله بيعتمد على إيش؟ على حفظي لجداول الضرب. الثاني، خلينا نأخذ المثال الثاني. عمل لي إشارة ضرب، تمام؟ هلأ لو حكيت أنا 2 ضرب 3 شو رح يطلع الجواب من المثلث؟ 6، وانت أكيد رح تكون حفظها. أو حكيت 3 ضرب 2 برضو رح شو يطلع الجواب؟ 6. إذا أخذت أنا الناتج 6 تقسيم 2 شو رح يطلع الجواب؟ 3. أو حكيت 6 تقسيم 3 شو رح يطلع الجواب؟ 2. شايفين ما أسهل درسنا اليوم؟ أنت اللي عليك واجب تحدي 2، وفي عندك تحت له فرعين، حلهم على الكتاب وبعت لي الأجوبة على الفيديو على الواس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.